السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حسن في فيديو جديد. لو أنت لسه جديد في القناة أو أول مرة تشوفني، فأتمنى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ولو تقدر تشيره تبقى عملت معي جميل كبير. النهاردة أشرح لك كيف لو أنت عايز تعزف تعليقات الحساب الشخصي كتبها لأي حد أو أي لايكات عملها على أي بوست، يعني تعزف التفاعلات اللي انت عملتها على منشورات او التفاعلات بطريقة سهلة. انا بحاول اخلي اعمل كل حاجة في فيديو الوعدة بحيث الفيديوهات ما تكونش طويلة مملة. هنفتح الفيسبوك، نضغط على الحساب الشخصي، نضغط على الثلاث نقط من الجنب، نضغط على سجل النشاط، بنضغط على إدارة النشاط. المرة دي هنختار التفاعلات. أول ما ضغطنا على التفاعلات جاب لي هنا كل التعليقات اللي أنا كتبتها على أي منشورات، سواء في مجموعات أو غير مجموعات أو حتى عملت لايك. كل التفاعلات اللي الحساب الشخصي اللي انا عليه دلوقتي عملها ظهر هنا، او اي عمليات بحث قمت بيها. يعني لو عايز تعزف كل حاجة تخلي حسابك يرجع كأنه جديد، تضغط على تعديل الكل وبتضغط على ازالة. طب لو انت مش عايز تعزف كله، ممكن تختار الحاجات المعينة اللي عايز تعزفها وتضغط ازالة وهتتحذف. طريقة سهلة. أتمنى أكون عجبكم الفيديو، وجرب الطريقة واكتب لي في التعليقات لو نفعت. ولو أنت شايف إن محتوانا جميل ومهم وبتنفع الطرق اللي أنا بكتبها لكم، اشترك في القناة، وأتمنى تشير الفيديو لأكبر عدد عشان أقدر أستمر إن أنا أنزل فيديوهات من دي كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.